اديني مسألة تانية بالشكل ده كده، يجي يقول لي يديها لي بقى في شكل دايرة، دايرة كده بالشكل ده كده، نص قطرها 7 متر. طيب هنا في الحالة دي نحل المسألة دي ازاي؟ لما تجيلي في شكل دايرة بالشكل ده، يجي يقول لي احسب لي المسافة والإزاحة عندما يتحرك الجسم دورة كاملة. قال لك الدورة كاملة يعني هنجيب محيط الدايرة، يعني هو لف الدايرة كده من بره، هنجيب محيط. انت عندك كان القانون، عندك محيط الدائرة بيساوي، تحفظ القانون ده، 2 طه ناقص 2 طه ناقص، طه دي اللي هي باي، بنقول عليها باي برضو، طه دي اللي هي لها قيمة اللي هي 22/7 أو 3.14. طيب تعالوا كده نجيب محيط الدايرة اللي قدامنا دي، بقى نقول محيط الدايرة بيساوي 2 في طه اللي هي ب22/7 في نق اللي هو نص القطر عندي 7، اللي هو هيساوي 7 تطير مع 7 يبقى قال 22، الاتنين في 22 يدينا 44 متر. يبقى ده كده، ده كده ايه، ده كده المسافة اللي هي محيط الدايرة بتساوي محيط الدايرة، يبقى المسافة 44. طب الإزاحة، الإزاحة هنا هو خرج من ألف ولف لفة كاملة 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 ورجع تاني لألف، يبقى نقطة بدايته هي نفسها نقطة نهايته، يبقى الإزاحة وأنا مغمض قلنا هتكون بتساوي إيه؟ بتساوي 0. طيب يجي يقول لي هات لي برضه المسافة والإزاحة، يبقى دي في حالة إيه؟ الحالة الأولانية دي في حالة إن هو لف دورة كاملة، يبقى لف الدايرة كلها، ركزوا كده في دي. طب الحالة التانية لو هو لف نص دورة، نصف دورة، يجي يقول لي احسب لي المسافة والإزاحة. نص دورة يعني من ألف لحد جيم بس، اللي هي نصف الدورة دي من هنا كده لحد هنا. طب يلا كده نص دورة اللي هي برضه هتكون المسافة بتساوي إيه؟ بتساوي نص محيط الدايرة، يبقى هو مش نص محيط الدايرة، اللي هو هيساوي نص محيط الدايرة احنا لسه جايبينه فوق في دورة كاملة اللي هو طلع ب44، يبقى هنقول له نص في 44. طب افترض ان انت ما كنتش جبته اصلا، يبقى هتحسبه انت من الاول بقى، يبقى هتقول نص في 22/7 في نص القطر عندك بتاع الدايرة 7، يبقى في 7، اللي هو هيساوي عندك اللي هو 22، هيديك 22 متر. يبقى دي كده ايه المسافة، دي كده ايه المسافة. طب الإزاحة اللي هي فيها متجه، هو نص المحيط، انت عندك هو خرج من ألف رايح لإيه؟ لجيم، نهايته جيم، يبقى بدايته ألف ونهايته جيم. انت عندك نص القطر عامل 7، يبقى نص القطر ده برضه عامل 7، من ألف لميم 7، ومن ميم لجيم كام؟ 7 برضه، يبقى 7 و7 كام؟ 14. يبقى الإزاحة عندي هتبقى 7 + 7 هيبقى بتساوي 14 متر، بس الإزاحة ليها اتجاه يا مستر، هو اتحرك من ألف طالع فوق يا جيم، فوق ده اللي هو اتجاه إيه؟ اتجاه الشمال، يبقى نقول له في اتجاه 14 متر في اتجاه الشمال. طيب عندي يجي يقول لي هات لي المسافة والإزاحة، بس هاتهالي في حالة إن الجسم اتحرك ربع دور، ركز كده عشان دي كل الحالات اللي ممكن تجي لك على رسمة الدايرة دي. في حالة ربع دورة سهلة، هنقول له برضو المسافة هتساوي ربع محيط الدائرة، اللي هو هيساوي ربع في محيط الدايرة اللي أنا جايبه بقى في الأول خالص، هو ما جبتوش هتجيبه بنفس الطريقة دي، هتقول في 22/7 في نص القطر اللي هو 7، يبقى هنا ربع في 44 على طول، لأن أنا جايبه فوق محيط الدايرة كان ب44، هيساوي ربع ال 44 اللي هو هيطلع لي 11 متر. طيب عندي دي المسافة. طب الإزاحة اللي هي فيها متجه، الإزاحة هو اتحرك ربع دورة بس، يعني من ألف لبه الحتة دي ربع محيط الدايرة، يبقى الدايرة لو قسمناها 4/4 الربع بتاعها اللي هو الجزء ده، يبقى من ألف ل ب. طب أنا عايز أجيب المحيط هنا، أنت عندك ده نص قطر قلنا ب7 وده برضه نص قطر يبقى ب7، يبقى المحيط هنربع الضلعين دول تبع لنظرية فيثاغورس زي ما خدناها، يبقى هنقول له هنا بقى الإزاحة هتساوي إيه؟ ننزل الجذر التربيعي ونقول له ألف ميم تربيع، هنقول له ألف ميم تربيع زائد ميم ب تربيع، ميم ب تربيع اللي هو هيساوي، ننزل الجذر تاني ونعوض، أ م تربيع بكام؟ ب7 اللي هي 7 أس 2 + 7 أس 2 اللي هي م ب تربيع، اللي هو هيديك في الآخر هيديك 9.9. وحدة قياس الإزاحة متر، بس لها اتجاه، هو هنا من تحت طالع فين؟ طالع فوق، يبقى طالما فوق يبقى في اتجاه الشمال. طيب فوق بس على إيدك الشمال، يبقى اتجاه الشمال الغربي، يبقى نقول له في اتجاه الشمال الغربي. يبقى اذا هنا الازاحة لها مقدار اللي هو الرقم ده، المقدار 9.9، ولها وحدة قياس اللي هي متر، ولها اتجاه اللي هو اتجاه الشمال الغربي. يبقى اذا من هنا بقى نعرف التعريفات بتاعتنا بقى اللي احنا خدناها. يبقى هنا بقى التعريف عندنا، تعريف اول تعريف عندي اللي هو ما المقصود بالمسافة، من الحاجات بقى اللي خدناها كده نعرف المسافة، المسافة دي اللي هي فيه. طيب المسافة ايه هي؟ هنقول له هي طول المسار الفعلي الذي
يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة إلى الموضع النهائي له. طيب عندي التعريف التاني بقى اللي احنا بناخده، وهو تعريف الإزاحة. طيب الإزاحة ايه هي؟ الإزاحة اللي هي فيه متجه، المسافة اللي هي رمزها فيه. أما الإزاحة اللي هي رمزها فيه بس عليها شرطة كده، عليها سهم، يبقى دي فيه متجه. الإزاحة ايه هي؟ هنقول له هي المسافة المقطوع في اتجاه ثابت، زي ما قلنا الكرسي بنحركه. لما اقول لك حرك لي الكرسي هتقول لي ناحيه فين يا مستر؟ اقول لك ناحيه اليمين او الشمال او قدام او ورا. قال لك ده كده اتجاه، يبقى دي كده ازاحه. يبقى الازاحه هي المسافه المقطوعه في اتجاه ثابت من موضع بدايه الحركه نحو الموضع النهائي له. طيب دي كده الازاحه. عندي تعريف ثالث بيجي دايما في امتحانات اسمه مقدار الإزاحة، ناخد بالنا من التعريف ده. مقدار الإزاحة هو المسافة بالنقطتين، أقصر خط بالنقطتين، ماشي؟ ده بنسميه مقدار الإزاحة. يبقى هنقول له مقدار الإزاحة ده هو إيه؟ هو أقصر خط مستقيم بين نقطتين، أو بين أقصر خط مستقيم بالنقطتين، أو بين موضعين بداية ونهاية الحركة. يبقى طول اقصر خط مستقيم بين نقطتين او بين موضعين، موضع البدايه وموضع النهايه بتاعه الحركه، هو ده مقدار الازاحه. يبقى انا خدت ثلاث تعريفات مهمين جدا. طب تمام، تعالوا بقى هناخد الفرق بين حاجه اسمها السرعه القياسيه وحاجه اسمها السرعه المتجهه. برضو انت تشوفهم الاثنين تفتكرهم واحد، لا هما مش واحد. السرعه القياسيه اللي هي كنا خدناها في الدرس الاولاني اللي هي عين شرطه، في تعريفها ايه؟ هنقول له هي المسافه الكليه المقطوعه خلال وحده الزمن، او المعدل الزمن للتغير في المسافه، اللي هي مسافه كليه على زمن كلي، ده القانون بتاعها. يبقى السرعه القياسيه اللي هي هنقول عين بتساوي المسافه الكليه، تحفظ القانون بتاعها ده، على الزمن الكلي. طب السرعه المتجهه اللي هي عين برضو بس بنحط عليها سهم، يبقى عين متجهه بتساوي ايه؟ السرعه المتجهه بقى بتساوي الازاحه اللي هي فيه متجه على الزمن، يبقى الازاحه على ايه؟ على الزمن. يبقى هنا السرعه القياسيه بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي، نفس القانون بتاع السرعه المتوسطه. اما السرعه المتجهه فهي بتساوي الازاحه فيه متجه، دي اللي هي الازاحه على الزمن، الازاحه على ايه؟ على الزمن. تمام، تعالوا كده يلا كده نعرف بقى الاثنين. يبقى هنا السرعه القياسيه قلنا هي المسافه الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن، أو لو هنجيبها من تحت لفوق يبقى المعدل الزمني للتغير في المسافة. طب هنا السرعة المتجهة هي إيه؟ من القانون احفظ التعريف، ما تحفظوش كده مجرد حفظ، افهمه عشان لما تنساه تعرف تجيبه من القانون. يبقى السرعة المتجهة هي إيه؟ هنقول له هي الإزاحة الحادثة خلال وحدة الزمن. يبقى ازاحه حادثه خلال وحده الايه؟ الزمن. ازاحه حادثه خلال وحده الزمن. طيب او من تحت لفوق يبقى المعدل الزمني للتغير في الازاحه، المعدل الزمني للتغير فين؟ في الازاحه. طب يجي هنا يسالني سؤال يقول لي امتى السرعه القياسيه تكون بتساوي السرعه المتجهه؟ يعني امتى عين تكون بتساوي عين متجهه؟ هنقول له لو الجسم اتحرك في خط مستقيم وفي اتجاه واحد، اتحرك في خط مستقيم وفي اتجاه ايه؟ واحد. في الحاله دي تكون السرعه القياسيه بتساوي السرعه المتجهه. طيب عندي حاجه ثانيه، احنا خدنا السرعة المتجهة وخدنا الإزاحة، الاتنين لهم اتجاه، السرعة المتجهة اللي هي عين متجهة، وخدنا الإزاحة اللي هي فيه متجهة. طب إمتى تكون الإزاحة بتساوي السرعة المتجهة؟ أو إيه الاشتراك ما بينهم الاتنين؟ بص كده لو أنت بصيت معايا على الشكل بتاعهم كده هتلاقيهم إن الاتنين مع بعض بيشتركوا في الاتجاه. بص كده دي متجه ودي متجه، يبقى السرعة المتجهة بتشترك مع الإزاحة في إيه؟ في الاتجاه. وبيختلفوا مع بعض في وحدة القياس وفي المقدار. بيختلفوا مع بعض في وحدة القياس وفي إيه؟ وفي المقدار. إزاي؟ هما الاتنين يجي يقول لك في الامتحان يقول لك تتفق السرعة المتجهة مع الإزاحة في نقط، تتفق، السؤال ده مهم جدا بيجي في الامتحانات، تتفق السرعة المتجهة مع الإزاحة في نقط، هنقول له في ايه؟ بيتفقوا مع بعض، هو في اللي احنا شايفينه، ما هو في الاتجاه، يبقى هنقول له في الاتجاه. طيب
وبيختلفوا مع بعض في ايه؟ بيختلفوا مع بعض في المقدار، لان ممكن السرعه تطلع مثلا بخمسه، ممكن الازاحه تطلع باربعه، يبقى هنا المقدار هنا بيختلف، يبقى يختلفوا في، هنقول له المقدار. المقدار بس لا، وفي وحده القياس كمان، ووحده القياس. ليه وحده القياس؟ لان انت عندك السرعه وحده قياسها متر على الثانية، أما الإزاحة وحدة قياسها متر بس، فالاتنين مختلفين في وحدة القياس. يبقى عندك الإزاحة، عندك السرعة المتجهة وحدة قياسها متر على الثانية، أما الإزاحة اللي هي فيها متجه وحدة قياسها متر، يبقى هنا اختلفوا مع بعض في وحدة القياس. طيب عندي الفهد اللي هو الشيتا، ده أسرع الحيوانات البرية، وده سرعته بتوصل 27 متر في الثانية. خلي بالك تحفظ السرعة دي عشان بيسألك فيها في الامتحان أسئلة كتير في الامتحان. تعالوا كده هناخد مع بعض نحل مسألة. يجي يقول لي جسم اتحرك بالشكل ده كده، ناخد شكل كده اهو، اهو مستطيل بالشكل ده، اهو اهو الجسم اتحرك من النقطة A راح للنقطة B، ومن B راح ل C، ومن C راح ل D. دي عملها في 100 متر في 60 ثانية. يبقى هنا بنكتب هنا الامتار فوق والثواني تحت، نفصل كده ما بينهم. وهنا 50 متر قطعها 50 متر في 10 ثواني، وهنا 100 متر هنا برضه في 40 ثانية، وهنا 50 متر في 30 ثانية. يجي يقول لي احسب لي، احسب المسافة الكلية. يجي يقول لي أول طلب عندي احسب المسافة الكلية اللي قطعها الجسم. هنقول المسافة الكلية بتساوي ايه؟ يلا نحسبها كده مع بعض. المسافة الكلية الجسم الأول بدأ من A ل B، يبقى دي 100 متر، يبقى نقول له 100 زائد من B ل C، يبقى ماشي 50 زائد 50 زائد من C ل D، أدي 100 كمان زائد من D ل A، أدي 50، يبقى دي المسافة الكلية. نحسبهم 150 و150 يديني 300، يبقى 300 متر، دي وحدة قياس المسافة الكلية. طب تاني حاجة يجي يقول لي احسب لي السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة دي خدناها في الدرس الأولاني اللي هي إيه؟ اللي هي عين شرط. كانت بتساوي إيه؟ كانت بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. ده تعريفها معروفة كده. طيب أنت عندك المسافة الكلية بكام؟ لسه مطلعينها فوق يا مستر ب 300، يبقى نقول له 300 على الزمن الكلي بكام؟ نحسبه من الرسم. أنت عندك هنا 30 و60 يبقى كده 90، 90 و10 يبقى كده 100، 140 يبقى كده 140، يبقى الزمن الكلي عندي هيبقى 140. هنقول بيساوي، هنطير صفر من فوق قصاد صفر من تحت، ونقسم هنقول له 30، نقسم الاحزاب 30 على 14 هيديك 2.1، هيديك 2.1 ايه؟ من 10، 2.1 من 10. وحدة قياس السرعة متر على الثانية. طيب عندي تالت طلب، عندي بطلبه بيقول لي هات لي الإزاحة. هات لي الإيه؟ الإزاحة. الإزاحة اللي هي رمزها فيه متجه. الإزاحة كانت بتساوي إيه؟ الإزاحة هي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي لها. طب هو خرج من إيه؟ مش كده؟ خرج من إيه؟ لف بي وسي ودي ورجع تاني لإيه؟ رجع تاني لإيه؟ ليه؟ يبقى نقطة نهايته هي نفسها نقطة بدايته، يبقى الإزاحة بتساوي إيه؟ بتساوي صفر، وأنا مغمض، لأن النقطة اللي ابتدى بيها رجع لها تاني، يبقى نقطة النهاية نفسها نقطة البداية، رجع تاني يا مستر لغاية ما وصل لها، يبقى على طول الإزاحة وأنا مغمض هتساوي صفر. طب هات لي الطلب الرابع، الطلب الرابع عندي اللي هو يجي يقول لي هات لي السرعة المتجهة. السرعة المتجهة اللي هي رمزها عين متجهة، عين متجهة السرعة المتجهة اللي هي بتساوي ايه؟ اللي هي عين متجهة كانت بتساوي الإزاحة اللي هي فيها متجهة على الزمن. الإزاحة بكام؟ أنا لسه جايبها فوقها يا مستر. الإزاحة اللي هي بصفر على الزمن بكام؟ لسه جايبه فوقه حاسبه، قلنا ب 140 الزمن الكل. بيساوي صفر على 140 اللي هو بكام؟ هيديني صفر. ماشي؟ طيب يبقى كده أنا جبت الأربع طلبات بتوع اللي هو طالبهم، مسائل سهلة خالص وبسيطة. يجي يديني مسألة بالشكل ده كده، شكل بالشكل اللي هرسمه قدامكم ده. الجسم هنا اتحرك بالشكل ده اهو اهو اهو، ده برضو بيجي في امتحانات كتير. يقول لي بدايته كانت عند من A لحد B، ومن B لحد C، ومن C لD، ومن D لحد E، ومن E لحد F. ها يجي يقول لي هنا قطع 80 متر، وهنا 200 متر، وهنا 40 متر، وهنا 160 متر،
وهنا 40 متر. يجي يقول لي ايه من الشكل المقابل اللي قدامك ده، احسب اول حاجة، احسب لي المسافة الكلية. سهل، المسافة الكلية يلا نحسبها كده مع بعض. المسافة الكلية اجمع المسافة من A ل B ادي 80، يبقى نقول له 80 زائد من B ل C ادي 200، يبقى زائد 200، زائد من C ل D ادي 40، يبقى نقول له زائد 40، زائد من دي ل اي ادي 160، يبقى نقول له زائد 160، زائد من اي ل اف ادي 40، يبقى كده 40 بيساوي دي المسافه الكليه. نجمعهم هيديني الناتج 520 متر، وحده قياس المسافه متر. طيب الطلب الثاني يا عم اللي انت طالبه بيقول لي هات لي الازاحه الحادثه. الازاحه الحادثه انا ليه خرج منين؟ خرج من النقطه ايه؟ راح للنقطه ايه؟ اف، اللي هي الحته دي، مش الحته دي، الازاحه بتبقى منقطه كده، يبقى مش الحته دي من ال اف، يبقى الازاحه عندي ايه؟ اف. ايه اف دي؟ اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عايز الحته دي بس. بص كده بقى معايا، بنجيبها ازاي دي؟ افهم دي بالراحه بقى. انا عندي الضلع بي سي في الاخر اهو، الحته دي كلها مش هي نفسها قد الحته دي لو كملتها، الحته ده هي بجانب كمان الحته دي لو كملت، مش الحته دي هي قد الحته دي، تمام. قال لك فانا الحته ده هي كلها هشيل منها قيمه الحته ده هي. الحته دي من هنا من ايه لحد دي عامله 160. طيب يبقى الحته اللي ناقصه دي عامله كام؟ قال لك هي فوق كلها مستر عامله 200، وهي بتحت ناقصه لحد ايه بس عامله 160، يبقى الباقي كام لحد 200 عشان نكمل دي؟ يبقى هنشيل من ال 200 160، يبقى لي كام؟ يبقى لي 40. يبقى الحته دي عامله 40، الحته دي عامله ايه؟ 40. تاني اللي ما فهمهاش، انا عندي الازاحه هتكون هو عايز الحته دي من ايه الاف، من ايه الاف دي لو طلعت فوق شويه كده وجيت اكملها هيبقى مستطيل. مستطيل في كل ضلعين متقابلين او كل ضلعين متوازيين بيبقوا متساويين، فعندي ده 200 يبقى اللي تحت زيه هيبقى 200، بس هنا مديني مش كامل، هي مديني لحد من دي لإيه فعامل 160، فانا عشان اجيب ده كامل اعمل ايه؟ ال 200 ده كله ب 200، هشيل منه ال 160، يبقى لي كام؟ يبقى الحته دي عامله 40. يبقى اذا الازاحه الاي اف ده هي الحته دي هتبقى عامله 40، يبقى الازاحه عندي هتبقى اي اف، الحته اي اف اللي هي هتساوي ايه؟ اللي هي هتساوي بي سي كلها هنشيل منها اي دي، اي دي اللي هو هيساوي بي سي بكام؟ ب 200، هنشيل منها ال 160 هيبقى لي 40 متر، دي وحده قياس الازاحه. بس 40 متر فين؟ هو هنا اتحرك من ايه لاف كده، يمت ايدك اليمين، يبقى 40 متر في اتجاه الشرق. 40 متر في اتجاه ايه؟ في اتجاه الشرق، لان الازاحه لها اتجاه، يبقى الازاحه لها مقدار 40 ولها وحده قياس اللي هو متر، واتجاه اللي هو اتجاه الشرق. خلاص كده. طيب عندي رابع طلب او ثالث طلب بيطلبه مننا، بيقول لي هات لي السرعه المتجه. السرعه الايه؟ المتجه اللي هي عين متجه. عين متجه كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي الازاحه الحادثه خلال وحده الزمن، اللي هي هتساوي الازاحه بكام؟ انا لسه جايبها فوق، الازاحه ب 40 يا مصر، يبقى 40 على الزمن كام؟ الزمن الكلي مدهولي ب 10 ثواني في المساله، الزمن عندي بيقول لي 10 ثواني. ماشي؟ طيب على 10 هيساوي 40 على 10 تيار صفر قصاد صفر، يبقى 4. طيب وحده قياس السرعه متر على الثانيه، متر على ايه؟ الثانيه. بس السرعه المتجهه مصدر لها اتجاه، قال لك هو هنا اتحرك من ايه لاف، يبقى برضه في اتجاه ايه ده؟ من ايدك اليمين، يبقى اتجاه الشرق، يبقى 40 متر على الثانيه في اتجاه الشرق. طيب عندي يجي يسالك بعض الاسئله، يقول لك أهمية السرعة المتجهة للرياح، السرعة المتجهة اللي هي المتجهة دي لها أهمية في الرياح؟ أيوة طبعا. قال لك لو مثلا طيارة هتتحرك من المدينة A رايحة للمدينة B، لو هي ماشية في من A لB وكانت مع اتجاه الرياح، لو كان اتجاه الرياح في نفس الاتجاه بتاعها ده، قال لك سرعة الطيارة تزيد، زمن الرحلة يقل، كمية استهلاك الوقود بتبقى قليلة. طب لو الطيارة ماشية من A لB بس الرياح عكس الاتجاه بتاع الطيارة، الرياح كده وهي ماشية الطيارة ماشية كده، قال لك لو كانت اتجاه الرياح عكس اتجاه الطائرة في الحالة دي سرعة الطيارة تقل، لأن هتبقى الرياح مقابلة للطيارة، هيبقى في قوة احتكاك كبير، فيبقى سرعة الطيارة هتقل، هيبقى كمية الوقود المستهلكة هتزيد، لأن هتستخدم وقود أكتر أو هتستهلك وقود أكتر، لأنها بتقاوم، الموتور بيقاوم. عندك كمان زمن الرحلة هيزيد، بدل ما هي توصل في ساعتين هتبقى في ساعتين ونص، وهكذا. هنا دايما سؤال يجي لك يقول لك علل يراعي الطيارون السرعة المتجهة للرياح عند الطيران، ليه؟ هنقول له لأن اتجاه الرياح يؤثر على سرعة الطائرة،
وبالتالي لما يأثر على سرعة الطيارة هيأثر على زمن الرحلة وعلى كمية الوقود المستهلكة. دي من الأسئلة المهمة جدا اللي بتيجي في الامتحانات. طيب تعالوا كده في مسألة نحلها مع بعض، جاية نختم بيها، جاية برضو في كتاب الامتحان نحلها مع بعضينا هنا، هي أداء ذاتي. بصوا معايا كده، يجي يقول لي الشكل المقابل، ركز كده، حاول أكبر لكم الصورة شوية، ملزوم أهي، ديت شكل المسألة. هي يجي يقول لي الشكل المقابل يمثل مربع طول ضلعه 8 سنتي، اهو مديني مربع اهو، طول الضلع في المربع عامل 8 سنتي. فاذا تحرك جسم من النقطة الف، الجسم اتحرك من النقطة الف الى النقطة د، ودايما زي ما قلت لك الازاحة بتتعمل نقط منقطة كده، خط منقط دي كده تعرف على طول ان دي الازاحة، مرورا بالنقطتين ب و ج في زمن قدره 4 ثواني. احسب السرعه القياسيه، سهل، السرعه القياسيه اللي هي بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي. نحسب المسافه الكليه، طالما مربع يبقى كل اضلاعه تبقى قد بعضها، يبقى ده 8 سم، يبقى ده برضه هيبقى 8 سم، وده كمان هيبقى 8 سم، وده كمان هيبقى 8 ايه سم. نحسب يلا المسافه الكليه من ا ل ب ادي 8، ومن ب ل ج 8، ومن ج لد 8، يبقى 8 3 في 8 يبقى 24، يبقى هيدينا 24، يبقى المسافه بتاعتها هتبقى 4 وايه و20. طيب عايز ايه تاني يا عم؟ عايز السرعه المتجهه. السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن، يبقى لازم الأول أجيب الإزاحة، الإزاحة واتحرك من ألف، نهاية بدايته ألف ونهايته إيه دال، الحتة دي بتساوي كام؟ اطلع فوق شوف اللي قصادها ب8، قال لك يبقى دي 8 في اتجاه إيه؟ هو رايح على إيده الشمال كده، قال لك اتجاه الشمال ده اللي هو اتجاه الغرب، قال لك يبقى 8 سنتي في اتجاه الغرب، يبقى دي كده الإزاحة. طب يبقى هنقول له بقى السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن، الإزاحة قلنا 8 على الزمن اللي هو مدهولي في المسألة ب4، يبقى 8 على 4 اللي هي هتساوي 2 سنتيمتر على الثانية. 2 سنتيمتر على الثانية في اتجاه ايه؟ قال لك السرعة المتجهة لها اتجاه برضه في اتجاه الغرب، لأنه يتحرك من ألف رايح لإيدك الشمال كده اللي هو اتجاه الغرب. طيب دي كده شكل المسائل. كده تقريبا الدرس بيكون خلص، خلصناه ماشي. فارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا، لو حل مسائل كتير عليه، ولو في اي مسائل وقفت قدامك، هو درس بسيط وسهل خالص ومفيش اسهل من كده. حل مسائل كتير عليه، لو في مسائل وقفت قدامك ولا حاجه ابعتها لي في تعليق اسفل الفيديو، وانا ان شاء الله هجاوبك عليها. وتابع جروبنا على الفيسبوك ساينس، وصفحتنا على الفيسبوك برضو، وتابع الجروب اللي احنا عاملينه على الواتساب برضو، بنزل عليه حاجات تخص مادة الساينس من حين لآخر كده. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا، لو استفدت من فضلك اضغط سبسكرايب للقناة لو انت لسه ما اشتركتش بيها، وفعل زر الجرس عشان يخليك توصل للفيديوهات بسرعة بدل ما تتعب في البحث عليها، وعشان لما اجي ارفع اي فيديو جديد يوصلك اشعار بيه ان انا رفعت فيديو جديد او درس جديد. وما تنساش بقى تضغط لايك للفيديو عشان ينتشر لأكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.